رسائل متبادلة بين السودان وإثيوبيا بشأن الوضع على حدودهما المشتركة، وساطات تتحرك ومخارج تطرح على وقع استمرار التجاذب السياسي والأمني بين الطرفين. تصاعد في الموقف يأتي في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المناطق والمحافظات السودانية. أهلا بكم إلى الرابط. إغلاق معبر رئيسي بين السودان وإثيوبيا من قبل محتجين سودانيين بعد خطف رجال أعمال عنه، نتساءل أي رسائل تحملها عملية الخطف والتوغل داخل الأراضي السودانية بشأن العمليات العسكرية على الحدود مع إثيوبيا، وأيضا أي تأثير لهذه التوترات الأمنية الحدودية على الاقتصاد السوداني المتأزم؟ التوتر يعود إلى الحدود السودانية الإثيوبية، هذه المرة من بوابة منطقة القضارف. عمليات خطف تطال تجار المنطقة، والمتهم في هذه القضية جماعة إثيوبية مسلحة. ليتطور المشهد إلى احتجاجات قادها سكان القضارف انتهت بغلق أحد أهم المعابر الجلابات. نتابع. بعد أن كانت هذه المعابر طريقا لآلاف الفارين من الحرب في إثيوبيا، هي اليوم تمثل تهديدا أمنيا للسودان. فصل جديد من التوتر بين الدولتين تقوده جماعات مسلحة من إثيوبيا بحسب ما تقول السلطات في البلدين. عمليات خطف تطال تجار منطقة القضارف، تليها مطالبات بفدية تتجاوز 16 ألف دولار، وضع لم يكن إلا ليدفع بأهالي المنطقة الحدودية إلى التظاهر وإغلاق أحد أهم المعابر بين السودان وإثيوبيا، معبر الجلابات. بالنسبة للخرطوم، هذا الوضع يشكل ضغطا إضافيا، فله وجهان، أولهما أمني سياسي وثانيهما اقتصادي. فتوجه الجماعات المسلحة الإثيوبية إلى عمليات الخطف يزيد غضب مواطني المنطقة الذين يطالبون اليوم بحماية أكثر. دفع الفدية مسألة جدلية أيضا تصطدم برغبة الأهالي في استرجاع المختطفين وموقف السلطة المتحفظ على تمويل الجماعات بالمال. التوتر الداخلي المحتمل جراء ما يحصل ينسحب إلى المفاوضات الجارية بين الخرطوم وأديس أبابا، فقضية ترسيم الحدود بينهما تمثل حجرة عثرة. الجيش السوداني تموقع منذ نوفمبر في أراض تعتبرها إثيوبيا تابعة لها، بينما لا يستبعد السودان أن تكون للجماعة المسلحة التي تقود عمليات الخطف صلة بالقوات الإثيوبية، ليظهر اسم الجماعة المسلحة شبه النظامية الفانو كمتهم رئيس في القضية. وبين حاجة السودان لتوفير الأمن وتأكيده لموقفه السياسي بشأن ملف الحدود، تجد السلطات في الخرطوم نفسها مجبرة على مواجهة التحدي الاقتصادي، فالنشاط التجاري في منطقة القضارف مهدد باحتمالات تعليق أو نقل بعض التجار لأعمالهم خارج المنطقة. المنطقة الحدودية ذاتها تعرف بنشاطها الزراعي، وغياب الأمن قد يعرقل نشاط مئات الفلاحين. سيناريو مماثل من شأنه مفاقمة أزمة السودان الذي يعيش في الأصل على وقع مشاكل اقتصادية ومالية. قبل البدء بنقاش الليلة أذكركم بسؤالي الرابط: أي رسائل تحملها عملية الخطف والتوغل داخل الأراضي السودانية بشأن العمليات العسكرية على الحدود مع إثيوبيا، وأي تأثير لهذه التوترات الأمنية الحدودية على الاقتصاد السوداني المتأزم أصلا؟ كل هذه التساؤلات أطرحها على ضيوفي هذه الحلقة من الرابط. أبدأ هذا النقاش مع ضيوفي من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية. ينضم إلي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا وسهلا بك. وأيضا الدكتور عبد العظيم المهل، أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية، أهلا وسهلا بكما. أبدأ النقاش معك دكتور الرشيد. بداية، ما مدى خطورة استمرار هذا التوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان؟ هذه العمليات التي ذكرنا، هذا الخطف المتكرر، آخرها كما ذكرنا خطف تجار سودانيين على يد ميليشيا إثيوبية، كيف تصف هذه الخطورة أو ترى هذه الخطورة في هذا الموقف، وما هو الرد المتوقع؟ نعم، هذا الإجراء من قبل إثيوبيا هو يعتبر نقلة نوعية على صعيد العمل العسكري الميداني على الحدود،
التي حسمت يعني منذ العام 1902 وبخط جوين الترسيم الذي تم يعني في العام 1903، وظلت الحكومة الأثيوبية تغر بتبعية الفشقة إلى السودان في كثير من الخطابات والتعاملات في اللجنة المشتركة في 72 وفي اتفاقيات 2003. ولكن يبدو أن هنالك متغيرات حدثت جعلت أثيوبيا تحيد عن هذا الخطاب السياسي وتستعيض عنه بالاعتداء السوداني. أول هذه المتغيرات هي الحرب على إقليم مكلي، والتي يعني استعان فيها الرئيس أبي أحمد بقبائل الأمهرة ضد التجراي، وبالتالي أصبح الأمهرة هم حليف سياسي في الانتخابات المؤجلة وحليف عسكري لمحاربة التجراي. وبالتالي هنالك مماهاة مع الشفتة الأثيوبية وهي جماعات مسلحة، والآن الاختطاف الذي تم أيضا من جماعة أثيوبية. فأثيوبيا دائما هي دولة المنشأ، وكل العمليات والاعتداءات تأتي إلى السودان من الهضبة الأثيوبية، وليس هنالك اعتداء مباشر من قبل جماعات، لأنه الانتشار القوات السودانية على الأراضي التي تم الاتفاق عليها وفق منطوق القانون الدولي ووفق اتفاقيات الاتحاد الأفريقي التي تمنع تبديل كل الاتفاقيات والحدود التي رسمها المستعمر. الجيش السوداني الآن يقوم بدور مزدوج، يحمي الأرض السودانية ويحمي المواطنين السودانيين الذين يقدر عددهم بثلاثين ألف على الشريط الحدودي، وكذلك يحمي مئة ألف أثيوبي هم لاجئين جراء الحرب التي يعني حدثت في إقليم مكلي. فكيف لأثيوبيا أن تعتدي على السودان في حين أن السودان هو مساهم في ضبط هذه التفلتات وضبط هذه الميليشيات؟ هذه جريمة أمن قومي، جريمة الخطف، وهذه ترقى إلى جريمة الإرهاب. طيب. أن تختطف وتطلب فدية، هذه جريمة منظمة قطعا للدولة المعتدى عليها كل الوسائل السلمية وغيرها في رد الحقوق. طيب انتقل دكتور عبد العظيم المهل ايضا معي من الخرطوم، مرحبا بك. على اثر ما جرى تم اغلاق المعبر الرئيسي بين السودان واثيوبيا، ايضا بحسب السودان تريبيون ايضا تم اغلاق حتى كل الطرق التي يمكن ان يسلكها تجار البضائع بين البلدين. هذا الاغلاق لهذا المنفذ الحدودي الرئيسي كيف ينعكس على الموارد الاقتصاديه للسودان؟ في الحقيقة إغلاق المعبر، معبر القلابات، الأثر بتاعه إيجابي على السودان. فمن المعروف أنه الميزان التجاري ما بين السودان وما بين أثيوبيا بيميل لصالح أثيوبيا. يعني أثيوبيا لديها حوالي 3 مليون مواطن أثيوبي في السودان، وديل بيحولوا تحويلات يمكن شهرية بتصل إلى أكثر من 300 مليون دولار. كما أنه أيضا أثيوبيا لها حوالي 50 ألف من العمالة بتدخل إلى الأراضي السودانية عبر الزمن يعني، وبتشتغل كعمالة يعني في المزارع الحدودية ما بين السودان وما بين أثيوبيا. ولذلك إغلاق المعبر، كما أنه في كثير من يعني السودانيين بيعتبروا يمكن الثالث أو الرابع مستثمر في أثيوبيا نفسها، ولذلك البضائع بتذهب من السودان إلى أثيوبيا، وأثيوبيا هي في النهاية هي المتضرر الأكبر من إغلاق هذا المعبر اللي هو معبر القلابات يعني. بالإضافة إلى حركة مواطنيهم، يعني حركة المواطنين الأثيوبيين أكبر بكثير من حركة المواطنين السودانيين، ولذلك أنا أعتقد أنه دي عبارة عن حرب غير مباشرة بتشنها أثيوبيا على السودان يعني، عبر ما يسمى بالشفتة أو عصابات الشفتة يعني، ولكنها بإعاز من الجيش الأثيوبي. طب هذه الحرب غير المعلنة دكتور الرشيد، وبالأمس تم إرسال تعزيزات عسكرية إضافية من قبل الجانب السوداني، وكل هذه الاتهامات المتبادلة بين الجانبين الإثيوبي والسوداني، ما هي إمكانية التصعيد وإلى أي مدى يمكن أن يتفاقم الموقف على الحدود بين السودان وإثيوبيا؟
نعم، الواقع الآن والمشهد على الأرض يقول بأن هنالك حشود أثيوبية وتحديدا دبابات ومدفعية ثقيلة هي ترابط في الشريط الحدودي. هذا الإجراء أنا في تقديري هو يأتي لاسترضاء الأمهرة في هذه المنطقة للارتباطات السياسية التي يعني تمت بينهم وبين الرئيس أبي أحمد فيما يلي حرب التجراي. هذا من ناحية. الوضع هو طبعا قابل للتطور بصورة، ولكن أيضا حسابات الحرب بالنسبة للجانب الأثيوبي هي تهزم فكرة الاستراتيجية الأثيوبية التي بدأت في السابق وتوجد بنيل أبي أحمد لجائزة نوبل للسلام بالوساطة الأماراتية حول مثلث بادمي، وهو أيضا قضية حدودية. فكيف ونتيجة لهذا الهدوء وهذا السلام تمكن أثيوبيا من قطع أشواط في بناء سد النهضة، ولكن هذه الحرب ستدخلها في حسابات متلازمة السدود والحدود. كيف سوف تستخدم هذه الكروت؟ كما أن هذه الحرب أيضا مخابراتية. إذا ما أصرت أثيوبيا على دعم الميليشيات في إقليم الأمهرة يمكن للسودان أن يستخدم التيغراي في مواجهات، وتبقى الحرب هي مخابراتية، خاصة أن الأنباء التي وردت الآن من الحدود تفيد بأن هنالك قصف مدفعي أثيوبي من داخل الأراضي الأثيوبية ناحية الأراضي السودانية، وربما يخرج بيان في هذا أثناء هذا اليوم. هذه مؤشرات. كما أن للسودان أيضا كروت كثيرة على الحدود، بما أنك تتحدث عن أخبار بقصف من الجانب الأثيوبي على السوداني، كيف سيكون الرد السوداني؟ هل ستقصف السودان أثيوبيا؟ نعم، كل الخيارات بالنسبة للسودان هي مفتوحة، وتقدير حجم الرد بصورة التي تناسب يعني الإطلاق النار من داخل الأراضي الأثيوبية والكروت الكثيرة. يعني كرت كما ذكرت دعم التيغراي كما تدعم الحكومة الأثيوبية الأمهرة، يمكن السودان أن يدعم التيغراي، وللسودان تاريخ طويل، وسبق للسودان في العام 1991 يعني أن دعم التيغراي والجبهة الثورية الشعبية الأثيوبية حتى دخلت أسمرة وأديس. لا يمكن تأمين الدور أو تجاوز الدور السوداني في القرن الأفريقي. وتبقى قضية السد أيضا واحدة من القضايا التي تعمل لها أثيوبيا حسابات. نعم. بالإضافة إلى قضية اللاجئين التي يعني يحتفظ السودان بعدد كبير. سنعود إلى هذه القضية، قضية اللاجئين وسد النهضة وكل هذه التفاصيل العالقة بين الجانبين بعد قليل. ابقوا معي. إذن حدود متسعة بين السودان وأثيوبيا يشوبها التوتر بعد سنوات من الخلاف بشأن ترسيمها، فما هي أبرز المناطق الحدودية بين البلدين؟ نتابع ثم نعود لاستئناف النقاش. على امتداد الحدود الأثيوبية السودانية يوجد كثير من المدن والمناطق الحدودية التي تحظى بتداخل كبير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، ومن بينها منطقة الجلابات التي تعد واحدة من المعابر التجارية الرئيسة بين البلدين. يفصلها عن مدينة المتمة الأثيوبية نهر موسمي يعرف باسم خور أبو نخرة. أما منطقة الفشقة الكبرى فهي جزء من محلية الفشقة الحدودية مع أثيوبيا، إحدى المحليات الخمس لولاية الجدارف المتاخمة للحدود بين البلدين. تمتد من محيط نهر ستيت إلى نهر باسلام، ويوجد فيها كثير من الأراضي الزراعية الخصبة التي سيطر عليها المزارعون الإثيوبيون لسنوات طويلة قبل أن يساعد الجيش السوداني مؤخرا مناطق واسعة منها. مدينة سودانية أخرى الفشقة الصغرى تقع في محلية الفشقة الحدودية، وتمتد من نهر باسلام إلى منطقة الجلابات، شهدت انتشارا واسعا لعصابات الشفتة الإثيوبية التي ساعدت المزارعين الإثيوبيين في السيطرة على أراضي زراعية واسعة في المدينة قبل أن يبسط الجيش السوداني سيطرته على مناطق عدة فيها. وتمثل منطقة بني شنغول عصبة التداخل السوداني الإثيوبي في الحدود بين البلدين، يسكن فيها قبائل بني شنغول التي تعد إحدى القبائل الرئيسة في إثيوبيا، والتي يقع في الجانب الإثيوبي منها سد النهضة الذي يبعد 40 كيلومترا عن منطقة بني شنغول السودانية التي دخلتها القوات السودانية مؤخرا لبسط سيطرة الدولة عليها. بعدما استعرضنا هذا التقرير أعود لاستكمال النقاش. أعود لك دكتور الرشيد. إذن اتهامات متبادلة بين الأطراف حول من يؤجج الأوضاع أو هذا الصراع على الحدود، إلى أين وصلت مسألة إعادة ترسيم الحدود أو حتى وضع العلامات على الحدود؟
القضية الأساسية كما ذكرت هي وضع العلامات على الأرض، وحسب تفاهمات اللجنة المشتركة وبيانها المشترك في العام 72 وكذلك تفاهمات العام 2013 هنالك لجنة، وكان يفترض على أثيوبيا أن تدفع جزء من تكلفة عمليات الترسيم، ولكن واضح أن أثيوبيا ليس في استراتيجيتها حسم قضية الترسيم هذه، بينما السودان سدد التزاماته المالية لهذه اللجنة للقيام بعملية الترسيم. واضح أن الاستراتيجية الأثيوبية في قضية الحدود وقضية السدود هي مبنية على التلكؤ وكسب الوقت، وإلا فكيف يفهم أن تتأخر لجنة ترسيم الحدود 100 عام و20 سنة منذ العام 1900 نفس هذه الاتهامات المتبادلة تتحدث عنها إثيوبيا بأن هناك ربما تلكؤ من الجانب الإثيوبي، وهنا لا أدافع عن إثيوبيا ولكن لا يوجد معنا ضيف إثيوبي يتحدث عن وجهة النظر الإثيوبية، وبالتالي الاتهامات متبادلة فيما يتعلق بوضع العلامات على الحدود. اسمح لي أنتقل إلى ضيفي الدكتور عبد العظيم. أسأل حضرتك عدم حسم مسألة الحدود كما ذكرنا وكل هذه الاضطرابات على الحدود وهذا التوغل الآن بالأراضي السودانية، بالإضافة أيضا إلى وجود لاجئين إثيوبيين بسبب الصراع صراع التيغراي، ما هي الأعباء التي تخلفها كل هذه العناصر في المشهد على الاقتصاد السوداني المتأزم؟ حقيقة في آثار كبيرة جدا على الاقتصاد السوداني، أول هذه الآثار هو الضغط الكبير من قبل اللاجئين من قبيلة التيغراي، وبيبلغ عددهم أكثر من 100,000 لاجئ يعني، وديل بيمثلوا طبعا عبء على ولاية القضارف وعلى الفشقة يعني بصورة عامة وعلى المناطق الحدودية، وديل وأغلبهم هم حقيقة غير منتجين يعني، وبالتالي ديل بيمثلوا عبء على هذه الولاية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاستعدادات العسكرية والتوتر العسكري طبعا بيؤدي إلى زيادة الصرف على الدفاع يعني في هذه المنطقة، ومن المعروف أنه أسوأ استثمار حقيقة هو الاستثمار في الحرب، سواء كان بالنسبة للسودان أو بالنسبة لأثيوبيا. كذلك أيضا بالنسبة للسودان، أيضا السودان بيتأثر بسبب شنو؟ بسبب أن هذه المناطق عبارة عن مناطق منتجة، ومن المفترض أنها تكون الآن في يعني قد حصدت يعني المحاصيل المختلفة، وبالتالي تستعيد إلى الموسم الجديد اللي بيبدأ في شهر 5 أو 6 يعني، ولذلك ده كله عبارة عن خسارة، وخسارة كبيرة جدا بالنسبة ل السودان. نتمنى أنه الناس يتفادوا الحرب، ما وجدوا لذلك سبيل. هو ما بين السودان وما بين أثيوبيا لا يوجد خلاف حول الحدود يعني، الحدود معروف أنها سودانية، ولكن بس الخلاف في وضع هذه العلامات، وأعتقد أنه الخلاف بسيط جدا لكن فاقم منه اللي هو مشكلة سد النهضة يعني، وخاصة أنه المناطق الحدودية ما بين السودان وما بين أثيوبيا حقيقة مناطق يعني في علاقات حميمة جدا، وفي تداخل وفي علاقات اجتماعية مع بعض، ويعني ما بنتوقع أنه يكون في حرب مثلا في هذه المنطقة بسبب هذه العلاقات المتجذرة يعني لفترة طويلة من الزمن، ونتمنى أنه ما يكون في حرب فعلا يعني، ونتمنى أنه الجانب الأثيوبي يعني يعمل على ترسيم الحدود يعني. نعم، قضايا أيضا كثيرة خلافية لم يتم حسمها إلى الآن. ابقوا معي نستعرض هذا الخبر سريعا ثم أيضا أعود لكما ضيوفي الكرام. إجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان ندقلو محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، ووصف دقلو هذه المحادثات بأنها مثمرة وبناءة، وأشار إلى أنه ناقش من خلالها مع أمير قطر القضايا الثنائية بين السودان
لبنان وقطر والتطورات الإقليمية والدولية. أعود استكمال النقاش وأعود لك الدكتور رشيد بعدما استعرضنا هذا الخبر وهذه الزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة كمثال على علاقة السودان بالدول العربية. هناك من يرى بأن السودان في هذه المرحلة يسعى ربما لضم الكثير من الأصوات العربية إلى صفه في هذه القضية الحدودية وهذه الأزمة مع إثيوبيا. كيف ترى أهمية الاصطفاف مع السودان في هذه المرحلة الحرجة مع إثيوبيا في ظل وجود ملف سد النهضة أيضا وهو عالق بين السودان وإثيوبيا ومصر؟ نعم، قطعا السودان يحتاج إلى مجهودات جيرانه وأصدقائه في الكتلة العربية التي يعني ساعدت السودان في تجاوز ملف العقوبات الأمريكية، قائمة الإرهاب وغيرها من العقوبات الاقتصادية. كذلك يبقى الدور العربي مهم جدا، وخاصة من بعد المصالحة العربية بين الأمارات وبين قطر كما ورد في الخبر. يبقى المأمول أن يقوم الإخوة في الخليج بدور أكبر، خاصة وأنه الأمارات قامت بدور بين إثيوبيا وبين أريتريا توج بحسم ملف بادمي، وشاركت أيضا الأمارات في الوساطة في سلام دارفور ودخول يعني الحركات. هل يبحث المسلحة السودان عن وساطة قطرية في هذا الملف مع إثيوبيا؟ نعم، ولما لا أن تكون هنالك وساطة مشتركة من الإخوة العرب. سمعنا قبل فترة أن الأمارات لديها مبادرة وهي الأنسب لكثافة المصالح الأماراتية في السودان ودعمها للفترة الانتقالية، وكذلك أيضا الوجود الأماراتي المقبول يعني بالنسبة للجانب الإثيوبي ربما تكون هي ممكنة، وهي وساطة يمكن أن نسميها وساطة نافذة باعتبار أن الأمارات يمكنها أن تقدم بعض الحوافز في إطار دفع الأطراف بالسلام، باعتبار أن أمن القرن الأفريقي هو صيغة صلة بأمن الخليج العربي وما يحدث يعني من توترات هنالك. تبقى الوساطة واحدة من الخيارات. طب لماذا فشلت إلى الآن وساطة جنوب السودان؟ لم تسفر هذه الوساطة لجوبا عن أي نتائج تذكر إلى الآن؟ ما الذي كان مطلوب من جنوب السودان في هذه المرحلة لكي ربما يجد أرضية مشتركة بين إثيوبيا والسودان؟ أنا أعزي هذا التلكؤ وهذا الرفض إلى الجانب الإثيوبي باعتبار أن استراتيجية إثيوبيا التي اتبعتها في حربها ضد إقليم مكلي رفضت كل الوساطات، غطت تظن أو تتوهم أنه يمكن إحراز نصر سريع على القوات السودانية في حرب محدودة على الحدود. ربما هذا هو التفكير، خاصة إذا ما قارنا هذا الموقف على الحدود بين الموقف الإثيوبي من بناء سد النهضة وأيضا تحاشيها لتوقيع اتفاق ملزم بين السودان وإثيوبيا ومصر. هذا يخدم الاستراتيجية الإثيوبية المبنية على فرض سياسة الأمر الواقع بعيدا عن أي ما التزامات سواء كانت بالنسبة لترسيم الحدود أو بالنسبة لإقامة السدود. طيب بالحديث عن الالتزامات بالمجمل أذهب لك دكتور عبد العظيم، تأخرنا عليك شوي. فيما يتعلق ببحث السودان عن وساطات عربية وخليجية ربما لحل هذه الأزمة مع إثيوبيا، ما هي الالتزامات التي يبحث السودان للحصول عليها من هذه الدول العربية فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي المتأثر بأزمة الحدود من جهة، باللاجئين، بسد النهضة وعدم حسم المسألة، بالإضافة إلى الملفات الداخلية الاقتصادية الصعبة في السودان؟ حقيقة واحدة من الكروت المهمة جدا في الجانب السوداني هو العلاقات السودانية العربية يعني، وهذه العلاقات السودانية العربية تتمثل في دول الخليج العربية، ودول الخليج العربية هي واحدة من المستثمرين الأساسيين في بحر دار وفي ولايات أثيوبيا المختلفة يعني، وهي عبارة عن أداة ضغط يعني، وهم أغلب أتوا إلى أثيوبيا بعد حضورهم إلى السودان يعني، بعد حضورهم يعني إلى السودان وحضروا إلى أثيوبيا واستثمروا
في أثيوبيا عبر بوابة السودان، بالإضافة إلى الضغط حقيقة العربي والضغط أيضا الإقليمي والضغط أيضا الدولي. ولذلك السودان بيحاول أنه يعني يستغل الكروت المختلفة وفي جعبته حقيقة المزيد من الكروت للضغط أيضا على أثيوبيا، لأنه عدد سكان أثيوبيا أكثر من 100 مليون نسمة، وأثيوبيا بتعتبر هي من دول الـ LLDCs اللي هي Land Locked Less Developed Countries اللي هي الدول الأقل نموا واللي هي مغلقة ليست لديها منافذ بحرية يعني. ولذلك كان المنفذ بتاعه من الجهة الغربية هو السودان يعني، والسودان كان بمده في فترات طويلة بالبترول وبمده بكثير من السلع يعني. ولذلك الوساطة سواء كان الوساطة الأماراتية أو الوساطة القطرية أو حتى السعودية أو حتى من دولة جنوب السودان بتصف في صالح حقيقة أنه الناس يصلوا إلى اتفاق يعني من دون إراقة دماء يعني. الإشكال أنه أسا إحنا لما نلاحظ في الغرب مثلا في أوروبا يعني ممكن المشكلة تحصل، المشكلة الحدودية مهما حصلت ما بيموتوا فيها 3 أو 4 أشخاص، لكن إحنا في الدول الأفريقية وفي دول العالم الثالث حقيقة سهل جدا أنه إحنا ننشب الحرب وتقوم الحرب لسبب أو لغير سبب، ونتمنى أنه هذه الوساطة تنجح فعلا. طيب ابقوا معي ضيوفي الكرام، نذهب إلى فاصل وحيد وأخير في هذه الحلقة من الرابط، ثم نعود من بعده إلى استئناف النقاش، ابقوا معنا. شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب ولاية جنوب دارفور بغرب السودان تظاهرات احتجاجية بسبب عدم وجود الخبز، وبحسب المعلومات فقد وصل سعر رغيف الخبز الواحد إلى 20 جنيه، وشهدت طرقات المدينة عمليات كار وفر بين المحتجين ورجال الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. عجز مالي كبير يعاني منه السودان، حيث بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار في نهاية عام 2019، الأمر الذي يتطلب دعما ماليا كبيرا للنهوض وإعادة تنظيم الاقتصاد. ولا تتوقف الأزمة عند معدل الدين، فالموازنة العامة للدولة تعاني من عجز يقارب مليار دولار نتيجة الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، كما ارتفعت مستويات التضخم المالي إلى مستوى قياسي تجاوز 212% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجار العقارات. ونتيجة لهذا الواقع اتجه اقتصاد البلاد إلى نمو سالب مع نهاية عام 2020 نسبته 1.2 بحسب صندوق النقد الدولي بعد تفشي فيروس كورونا. وفيما تكابد الحكومة لفرض إصلاحات اقتصادية بلغت مساهمة الضرائب في الإيرادات السودانية فقط 6%. أعود لاستئناف هذا النقاش وأعود لك الدكتور عبد العظيم، أسأل حضرتك، هناك من يلقي باللوم على سياسات الحكومة الحالية وعلى رفع الدعم عن بعض الخدمات وعلى عدم وضع برنامج سياسي اقتصادي لإدارة البلاد، تحدث طبعا عن الوقود، عن العملة، عن أزمة الخبز التي ذكرنا في هذا التقرير، ما هي الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الآن من الحكومة السودانية في ظل كل هذه الضغوط التي طرحناها منذ بداية هذه الحلقة بدءا بأزمة الحدود إلى موضوع اللاجئين كما ذكرنا مسبقا وحتى سد النهضة؟ بتوصف حقيقة الحكومة الحالية بتوصف أنها هي يسارية يعني، ولكن رغم يسارية هذه الحكومة إلا أنها رأسمالية التوجه يعني. ولذلك أولى خطوات النجاح وأولى خطوات المعالجة الاقتصادية بنعتقد أنه عودة المؤسسات الحكومية إلى حضن الحكومة، سواء كان مؤسسة الأقطان السودانية، مؤسسة الصمغ العربي، مؤسسة الحبوب الزيتية، مؤسسة السكر السودانية، مؤسسة التعدين وغيرها من المؤسسات المختلفة. وعودة هذه المؤسسات إلى حضن الدولة بيؤدي إلى أنه عائد صادرات هذه المؤسسات يأتي عبر النظام المصرفي، يأتي عبر النظام المصرفي، وبالتالي يتوفر للنظام المصرفي ما يستطيع به أن يستورد القمح ويستورد الدواء
ويستورد كذلك الوقود، وبالتالي تنتهي هذه المشاكل بدلا عن العلاجات حقيقة الموضوعية وإطفاء النيران وما يسمى ب يعني الدي تو دي يعني علاج. وهذا يؤدي إلى شنو؟ هذا يؤدي حقيقة إلى علاج يمكن يكون دائم يعني بدلا عن العلاج المؤقت يعني، وبدلا عن الإجراءات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو غيره، ودي حقيقة ما بتأثر أبدا، بالإضافة إلى السياسات والسياسات الجاذبة للدولار من المغتربين عبر السياسات والتحفيزات المختلفة، ومن أيضا المواطنين السودانيين البيجو الدولار بالنسبة لهم أصبح عبارة عن سلعة، وبالتالي عندما عجز الجنيه السوداني عن الوفاء بالتزاماته وبوظائفه الأساسية أصبح الدولار عبارة عن خزين قيمة، ولذلك يوجد أكثر من 10 مليار دولار في خزائن ودواليب والمواطنين في السودان. طيب دكتور عبد العظيم، يعني سيتم الإعلان، الحكومة تكون عندها سياسات لخروج ذلك. نعم، سيتم أو تم تحديد الرابع من فبراير موعد لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان. ما الذي تنتظره من الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لجهة السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بالعملة كما ذكرت، وكل هذه التحديات فيما يتعلق بارتفاع التضخم، الدين الخارجي للسودان بلغ 60 مليار دولار، كل هذه المعطيات في المشهد الاقتصادي الذي يصعب من مهمة الحكومة، ما هو المنتظر من الحكومة الجديدة؟ أستاذ عبد العظيم لك السؤال. المنتظر من الحكومة الجديدة أولا أفعال وليس أقوال، يعني س وح ما تكون في الحكومة القادمة. رقم اثنين، تحديد أهداف معينة بنهاية العام، نسأل من هذه الأهداف هل تم تحقيقها أم لا، وهذه الأهداف تتمثل في أولا دفع الشباب إلى الإنتاج وتوفير ما لا يقل عن مليون وظيفة للشباب إنتاجية سواء كان في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي. مطلوب منهم من أول يوم يبدأوا يعني فعلا في تنفيذ المشاريع حتى لو كانت المشاريع خطأ، فالتنفيذ الجيد للأهداف الخطأ أفضل من العكس. نعم، طيب اسمح لي أنتقل لدكتور رشيد. ما عايز يعني ما بنتمنى أنه يكون في تنظير كثير. نعم. يعني شبعنا تنظير، المواطن السوداني شبع تنظير، والمواطن السوداني الآن بيعاني، ومعروف أي سوداني بيحلل لك الوضع السوداني، ولكن من يضع المشرط في الجرح يعني. دكتور الرشيد، استمعت لمقال ضيفنا دكتور عبد العظيم، هل الأولوية بالنسبة للحكومة الانتقالية الجديدة والتي ستعلن بالرابع من فبراير ستكون الشأن الاقتصادي وكل هذه التحديات التي طرحناها، أم حل المسائل العالقة ما يتعلق بالسياسة الخارجية أولها كما ذكرنا وهو موضوع حلقتنا اليوم، مثلا الحدود مع أثيوبيا وحسم هذه المسألة، كيف سيتم التعاطي مع تحديات خارجية وداخلية؟ نعم، في البدء لا بد من ترتيب البيت السوداني الداخلي، لأنه السياسة الخارجية هي انعكاس للأوضاع الداخلية، إن لم يكن هنالك استقرارا سياسيا لا يمكن الاستقرار عن تنمية. دائما الثورات توحد وجدان الشعوب، أنا في تقديري أن تعمل الحكومة والسياسات الحكومية عن حالات الإنهاء، حالات الخلاف، وأن تتوحد الجهود السودانية سياسيا، وأن تكون هنالك رؤية متكاملة ومشروع وطني متكامل يصطف حوله السودانيين. حالة الانقسام هذه بين مكونات الائتلاف الحاكم، الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والآن الحركات المسلحة كشريك جديد من شركاء الفترة الانتقالية، لا بد أن يكون الانسجام والتناغم مهم جدا. إقامة دولة المؤسسات التي يعني تعلي من شأن القانون ومن تحقيق قيمة المواطنة
بين الناس. هذه قضايا جوهرية. في جانب الاقتصاد السياسي نحتاج إلى أن ننتقل من الاقتصاد الذي يدعم السياسة إلى السياسة التي تدعم الاقتصاد، وأن يكون الاقتصاد مبني على المعرفة، وكما ذكر الأستاذ أن تكون هنالك رؤية استراتيجية تتعامل مع قضايا الإنتاج. والسودان الاقتصاديات الكبيرة تقوم على التنوع. السودان ليس لديه مشكلة في الموارد، ولكن لديه مشكلة في إدارة الموارد. شكرا جزيلا لك ضيوفي الكرام. أشكرك السيد الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أشكرك، وأشكر الدكتور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية، شكرا جزيلا لكما. قبل ختام نقاش الرابط أذكركم بسؤالي الحلقة، أي رسائل تحملها عملية الخطف والتوغل داخل الأراضي السودانية بشأن العمليات العسكرية على الحدود مع إثيوبيا، وأيضا أي تأثير لهذه التوترات الأمنية الحدودية على الاقتصاد السوداني المتأزم؟ خلص هذا النقاش في الرابط بحسب الضيوف إلى أن إغلاق معبر رئيسي بين السودان وإثيوبيا من قبل محتجين سودانيين بعد خطف رجال أعمال يزيد الأمور تأزما بين الجانبين، وكل الخيارات مفتوحة أمام السودان لأن ما يجري يصيب الخرطوم بأمنها القومي، وللتوتر الحدودي أثر كبير على اقتصاد السودان خصوصا مع زيادة الانفاق الحربي، وأيضا تأثر المناطق المنتجة بالإضافة إلى مسألة اللاجئين. نهاية الرابط، ألقاكم على رأس الساعة بنشرة إخبارية مفصلة، ابقوا معنا.